الحارس روبرت جرين الذي تسبب في هفوة كبيرة في كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي، كان الخيار الأول لكابيلو. لكن يلعب كرة بينية ممتازة الآن إلى أوسيف، وكرة بينية إلى بيرباتوف، لكن حالة تسلل على المهاجم البلغاري ديميتار بيرباتوف. قلت بأن أنصار مانشستر يونايتد مع كل تسدي لمان يونايتد هدفه الثالث مقابل هدف لفولام. كرة ممتازة إلى روني، روني يحاول، روني يتقدم، والجول دي بوي يمر، والكرة تسديدة لكن عند الحارس روبرت جرين. حلوة كانت من روني، وين روني في حاجة إلى هدف، في حاجة إلى فرصة عرضية، محاولة باتجاه بيرباتوف لروني، ولكن أيضا الدفاع تدخل خلصها أبصر في اللحظة الأخيرة. فرصة كانت للجول دي بوي، بعد ذلك الكرة لفيديتش. يعيد الابتسامة لأنصار المانيو مع هذه اللقطة، ربما سكولز والأقرب جيكس ناني على تنفيذها، يلعبها لويس لكن فوق مرمى الحارس روبرت جرين. خطيرة كانت من البرتغالي لكنها ضاعت وانتهت على مستوى البريسنج بالنسبة للاعبين هامرز. كرة ممتازة إلى بيرباتوف على اليسار، خطيرة إلى ناني، وناني يلعبها، مانشستر وهو يسيطر لم يصل الا في مرات قليله مرمى الحارس جرين. هذه كره الى جيكس، يمر جيكس، خطير، محاوله وركله جزاء للمانيو، ركله جزاء للمانيو، سبيكتور ارتكب المحظوره امام راين جيكس. الله يا راين ماذا تفعل، الله يا جيكس ماذا تقدم. لاحظ اللقطه مره اخرى بالنسبه للجولدن بوي مع الدقيقه 33، روني، الله يا جولدن بوي، عاد وين مرة أخرى، سجل روني مرة أخرى حتى من علامة الجزاء لا يهم. أعتقد أنه أنصار المانيو سعداء بأهداف بالذات المهاجم، يستعيد الكثير من مستوى. كرة ممتازة إلى ناني، خطيرة، مرور جميل من ناني، وفرصة عرضية الآن لكن التغطية في اللحظة الأخيرة. مرة أخرى أشيد بباركر، مرة أخرى أقول الله على سكوت ماذا يفعل. لاحظوا كرة ناني يحاول المرور، وكرة تسديدة لكن أيضا تصطدم في كارل تينكو الذي يتدخل ويبعدها إلى ركنية لمانشستر يونايتد. كبيرة باستثناء ثلاثة ألقاب على مستوى الكأس، كرة جميلة إلى ناني، وفرصة لكن الدفاع تدخل في آخر لحظة، خلصها دفاع ويست هام. كرة جميلة جدا، ناني كان قريب لكن أيضا الدفاع تدخل، تبعد، وفرصة لداريل فليتشر يلعبها، وروبرت جرين يتألق. الله يا روبرت جرين، والله يا داريل فليتشر ماذا تفعل. كرة جميلة جدا من فليتشر، يلعبها إلى جيكس، الراين يحاول، الراين يمر، جيكس يمر، جيكس يحاول، والكرة العرضية، وبيرباتوف، لكن الدفاع مرة أخرى ضاعت من بيربا، ضاعت من المانيو، فرصة الثاني ضيعها بيرباتوف. الله على مانشستر ماذا يفعل. عند بين اثنين ليتك المرور أمام الثنائي جيكس وسكوتس، كرة إلى الأمام ممتازة باتجاه ناني، خطيرة لناني، وناني، أوه، هدف ثاني يضيع على المانيو يا لويس ناني. لاحظوا الانفراد، لاحظوا اللقطة، لاحظوا الفرصة بعد ذلك تضيع. السابق وهو كارلوس تيفيز، صافرة نهاية أحداث الشوط الأول سيداتي وسادتي، التي بدأت لدي في البنك الاحتياطي فالنسيا، وهناك أيضا مايكل أوين، تيكاريتو، لكن ناني يحاول مرور، مرور ممتاز من جانب ناني، ثم لمسة إلى سكولز، ممتازة من روني إلى ناني، وفرصة لناني الآن، مرور جميل، خطيرة، المستقبل. كرة إلى بيرباتوف مع روني للجولدن بوي، وروني يحاول لكن الدفاع
توف يضغطون يحاولون يتقدمون يهاجمون وبيرباتوف تعود الكرة في وسط الملعب ممتازة محاولة إلى الوسط بوامورتي بوامورتي في العمق ممتازة وكرة إلى داير والكرة من فاندر سار الخطورة كانت من داير والروعة من سوبر سار فاندر سار أعتقد أنها ركنية لاحظها مرة أخرى جميلة من فوبير وداير كرة عرضية الآن خطيرة باتجاه بيرباتوف فرصة وسكولز يلعبها لكن روبرت جرين في المكان المناسب خطيرة جدا كانت للمانيو ليس في ملعبه ضد بولتون كرة للأمام باتجاه بيرباتوف بيربا يحاول مرور وحصل من أكثر من لاعب تصل إلى باتريس إفرا إفرا يلعب كرة خطيرة ولكنها تمر أمام ناني طالت على ناني وكرة تعود بعيدة على يسار روبرت جرين كرة تلعب للمرمى مباشرة ولكنها فوق مرمى الحارس روبرت جرين وإلى ضربة مرمى لويست هام المانيو يضغط بكل الوسائل على مرمى الهامرز وكرة على جهة اليمين وفرصة خطيرة لناني يلعب عرضي الآن وبيربا سيكون في أفضل حالات كرة خطيرة إلى كارلت كول لكن إيمانيا في نت في اللحظة الأخيرة في آخر لحظة الصخرة الصربية الرائعة إيمانيا تصير وقت طويل من أجل أن يكون هجمة هذه كرة خطيرة الآن وفرصة وكرة تمر على يمير فاندر سار كرة في منتهى الخطورة من أبرز اللاعبين من باركر الذي كان قريبا من أن يصيب شباك مانشستر يونايتد في مباراة اليوم لاحظ مرة أخرى بالإيرونكا بالخطأ يستعيدها كارك يلعبها إلى أوشي لمسة باتجاه روني محاولة يلعبها باتجاه راين جيكس خطيرة لراين ولكن التغطية الدفاعية وبعد ذلك إلى ركنية للمانيو ركنية للمانيو لاحظ مرة لمسة إلى لويس ناني يحاول التسديد لويس ناني وكرة قوية لكن أيضا تصدف في الدفاع وإلى ركنية ذكية كانت من جانب ناني مباراة كبيرة لجانب كارلتون كول والهامرز يحاول ولكن فاندر سار يتصدى لكرة كانت خطيرة ويست هام الخسارة الثالثة على التوالي الخسارة بنفس النتيجة 0-3 أولا ضد أستون فيلا ثانيا ضد بولتون وثالثا ضد مانشستر يونايتد يسير في طريق صعب بالنسبة للهامرز